Don't stop. مساء الخير حبايب قلب ايمي. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل فته باللحمه. اول حاجه ان شاء الله معانا عيش انا مقطعات عيش شامي، هنزل عليه السمنه واحطه في الفرن. معانا الخل والزيت بتوعنا، معانا الثوم، معانا الصلصه اللي انا مفرزاها معاكم، معانا الملح عشان الرز، ده كوبايتين رز، ومعانا توابل الصلصه، فلفل، ملح، حبه صغيرين مرقه دجاج. اول حاجه معانا الحل على النار، نحط شويه زيت، السمنه، نبتدي بقى ننزل الرز نشوحه. لغايه ما يتشوح كده، شوحناه، ننزل بقى بالملح، ننزل بقى بالميه، هنستناه بقى لغاية ما يتشرب ونحطه على الصاله بتاعتنا. كده خلاص شرب معانا، نقفل عليه ونحطه بقى ايه على نار هاديه. معانا هنا بقى السمنه بتاعتنا وشويه العيش ده، هنحمرهم في الفرن. نبتدي بقى نحطه في الفرن. كده بقى حطينا الطاسة على النار، هنحط شوية سمنة، شوية زيت عشان نعمل الطشة الجميلة بتاعتنا بتاعت الفتة. ننزل بالثوم ونحمر. كده هنحط التوابل بتاعتنا، ونبتدي ايه بقى ننزل الثوم التحميرة كمان كده، وننزل بقى الخل. نزل الصلصة، دقيقتين كده ونبتدي نقفل عليه. كده بقى سوينا الرز خلاص وقفلنا عليه، وكده بقى معانا الشوربة الحلوة دي الضاني، ومعانا بقى العيش متحمر بالسمنة البلدي، معانا الصلصة، نبتدي بقى نغرف. كده غرفنا احلى طبق فتة ولحمة، ايه رأيكم؟ كل سنة طيبين. احلى طبق لحمة ضاني ومخلل، بألف هنا وشفا على اللي شاف وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. كل سنة طيبين، احلى شير ولايك واحلى سبسكرايب لإيمي، مع الف سلامة.